من جبل الزيتون في مدينة القدس أورشليم. أريد أن أتكلم في هذه الحلقة عن قول يسوع: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كلمة النور تعتبر مغزى جميل جدا في إنجيل يوحنا. احنا تكلمنا عن المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، جابوها إلى يسوع المسيح في منطقة الهيكل، وعندما لم يستطع أحد أن يدين هذه المرأة لأن المسيح قال: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، قال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. لأنه المسيح راح يقدم نفسه كفارة فداء عن هذه المرأة المسكينة، لكن أمرها أن لا تخطئ. على طول قال هذا القول في إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 12: أنا هو نور العالم. والقصة اللي بتيجي بعديها قصة المولود أعمى.